روح تفضل. ما زلنا مع فعاليات المؤتمر التأسيس الوطني لاتحاد العاملين الاقتصاديين، وبنتعرف على أهم الأحداث وأهم النتائج في المؤتمر. تفضل حضرتك تعرفنا على أهم الأحداث ومستجدات المؤتمر. هذا مؤتمر تأسيس اتحاد وطني متعاملين اقتصاديين، حضروا فيه كل المتعاملين الاقتصاديين، وحضر فيه تمثيل تاع 36 ولاية اللي حضروا معنا باش ننظموا اقتصادنا ونديروا الهيكلة للمتعاملين الاقتصاديين كامل، ونحاولوا من وجه كيف نعودوا ننظموا المعارض الدولية والمعارض الوطنية والمعارض الولائية لتطوير الاقتصاد الجزائري. والمعارض الدولية فهي دير تبادل تجاري بين الدول الشقيقة والصديقة. عرفنا بشخصك الكريم. العيدي اليمين، أمين عام الاتحاد الوطني المتعاملين الاقتصاديين. إذن اليوم زكيت من طرف الجمعية العامة كأمين عام، سنسعى إن شاء الله بأن نحقق كل الأهداف التي موجودة في البرنامج نتاع الاتحاد الوطني المتعاملين الاقتصاديين. ومعنا أيضا أحد الفاعلين في هذا الاتحاد، عرفنا بشخصك الكريم أستاذ. أستاذ جحا عبد الوهاب، أستاذ جامعي في نادي إبراهيم ومستشار دولة، واليوم حضرت ك حضرت كمناضل وكإنسان متفائل، والحمد لله جاز المؤتمر بشكل جيد، يعني الحمد لله، وكانت كل الأعضاء موجودة والحمد لله. ثاني زكينا الأستاذ تاعنا بالإمكانية، يعني كل بدون صوت بالإجماع نعم، والحمد لله جاز المؤتمر بشكل جيد. إن شاء الله نستنى من الأعضاء تاعنا العمل والجد كل سنة إن شاء الله، والعمل العوام القادمة إن شاء الله، ونرفع المستوى الاقتصاد الجزائري إن شاء الله دوليا ومحليا. بتواجد أخنا المصري، بالنسبة كمصريين عندنا رجال الأعمال يتمنوا أن السوق الجزائري يكون مفتوح قدامهم، سواء للاستيراد أو التصدير. وكتير سألني والله عن آخر الأحداث والمستجدات، فلو في أي جديد في المجال ده بالنسبة لمجال التبادل التجاري والاقتصادي وتنشيط المجال بالنسبة لمصر والجزائر، يا ريت لو في المستقبل إن شاء الله أي جديد أو أي إجراءات في هذا المجال. نعم، يتفضل الأمين العام. الجانب الاقتصادي سيكون باش يكون تبادل تجاري في كل الشعب. هذا التبادل التجاري اللي يحدث بتنظيم معارض وطنية ودولية. المعارض الدولية اللي تخلق شراكات وتجيب لنا نتائج. احنا مش عندنا منتجات نصدره لمصر او غيرها، ومصر او غير الدول الشقيقة والصديقة اللي مش عندها منتجات فهي تصدر للجزائر، وهكذا يكون التبادل التجاري بيننا بين مصر او غير مصر، كل الدول الشقيقة والصديقة سيكون بيننا عمل اقتصادي قوي إن شاء الله. ما هي أهم الأهداف اللي تشوفوها حاملها الاتحاد وتسرع في عجلة الاستثمار أو تغير النظرة النمطية السابقة اللي تعودنا عليها في الجزائر في مثل هكذا اتحادات؟ الأهداف الأولى فهي تنظيم هيكلة كل المتعاملين الاقتصاديين، وطرح كل انشغالات نتاعهم سنسمعها، وصلوا الوضع نتاعهم، ونمشي ان شاء الله ونحاولوا نقويوا هاد المستثمرين ونخلقوا لهم تبادل تجاري دولي. لما يكون موجود تبادل تجاري دولي، نعطي مثال بسيط صحيح، مثال السعوديه تحتاج ماده الماء، تحتاج منها بزاف. لما ننظموا المعارض الدوليه ستكون فيها مكتسبات. نظمت معرض دولي في مدينه سطيف في 96، بلدية سطيف وحدها كسبت منه 17 مليار، شريت منه 17 مليار. تنظيم معه يعني يعرف الاقتصاد الوطني الدولي، يعرف الاقتصاد الوطني ويعمل عملية شراكة. كل الإخوة متعاملين اقتصاديين سواء جزائريين أو غير جزائريين، لما تنظم لهم معارض أو ندوات دولية. الأسبوع الفارق درنا ندوة دولية فيها نظمناها في المعرض الوطني، وكان كل المتعاملين الاقتصاديين الدوليين كانوا معنا، كل بالخصوص افريقيا، كانت افريقيا واجده كلها عندنا في الجزائر، ولقيت اقبال كبير وان شاء الله يحدث تبادل تجاري كبير بيننا. ما هو القطاع الذي ترونه مناسبا للاستثمار فيه مع اشقائنا المصريين؟
والله كل القطاعات ستتطلب الاستثمار، تطلب الاستثمار بالخصوص في كل القطاعات اللي هنا، بالخصوص القطاع نتاع الفلاحه، قطاع اقتصادي، قطاع اقتصادي منوع منوع كل الشعب. أعطيك مثال بالنسبة للقطاع تاع الفلاحة، سنحتاج أكبر مستثمرين اللي يجيو يستثمروا ويديروا شراكات معنا باش يحدث تبادل تجاري ونصنعوا صناعات تحويلية. احنا في الجزائر ماذا بينا في صناعات تحويلية كبيرة، نهضر لكم قبيل قلت لكم الصين مادة واحدة اللي هي لافيليار تاع الثوم تدخل منها 46 مليار دولار. احنا الجزائر عندنا امكانيات لافيليار تاع الثوم برك نقدر ندخل منها حتى 100 مليار دولار. كل الشركة اللي جيت تستثمر في الجانب الاقتصادي سواء صناعي أو فلاحي أو سياحي أو طاقوي أو مؤسسات صغيرة ومتوسطة فهو مفيد، والاقتصاد العالمي مبني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المتوسطة التبادل التجاري لما يكون وينشر المؤسسات ناشئة تكون قوية وتكون شركات قوية موجودة وصديقة، هذه راح تفيد بخصوص المجال السياحي. المجال السياحي احنا هنا نحتاجوا مستثمرين ما شاء الله اللي يكونوا عندنا هنا في الجزائر ويفيدونا إفادة كبيرة. اوكي، عندنا السيد الأكاديمي والناشط يضيف لنا بعض الإضافات. هي بطبع هي كل ما يتعلق بالشراكة بين نحن ومصر، بالتأكيد هي توجد نحاول أن نرفع الاقتصاد الشراكي بيننا وبين المصريين، ولا سيما هناك عدة قطاعات نستطيع أن نعمل شراكات وثيقة، لا سيما لما لا شراكة في مجال السياحة. معنا مصر الله يبارك بلد سياحي بامتياز، عندنا طبيعة وشعب، احنا عندنا مقومات سياحية كبيرة. عندنا خبرة في البنية التحتية وعندنا خبرة في الكوادر. نعم، وهنا ما شاء الله انت عندكم البيئة المهيئة والجذبة للاستثمار من شتى انحاء العالم. نعم. وفي الختام لأن نتقدم لحضراتكم بجزيل الشكر على ما تقدموه في هذا المجال، متمنين لحضراتكم دوام التوفيق. شكرا على حضور الاستقبال ورحابة تفضل ركوب شكرا جدا شكرا.